بالنسبة لها مسألة ديال الاعتقال الذي وإطلاق سراح من وصفتهم بالاعتقالين السياسيين، طبعا أي بلد وأي إنسان سوي ما يمكن يتمنى البلد إلا درجة عالية من الاستقرار ومن الوئام ومن السلام ومن التعايش والحوار إلى آخره. وبالتالي نتمنى أن يطوى هذا الملف بجميع مراحله بما يكون مفيدا للمعنيين به وأسرهم وللوطن ككل، لأن الدولة إذا كان فيها حريات في مختلف مستوياتها هذا مظهر من مظاهر القوة، وبالتالي شرط من شروط الاستقرار والتنمية والديمقراطية، وما تيبقاش اللي تيحكموا تيخافوا تيتشجعوا أكثر باش يطلقوا اللعب بدون كثرة قيود وبدون تدخل. ولكن تيهمني في هذا الصدد واحد المسألة لتمييزها، عندما نقول المعتقل السياسي فنتكلم عن السياسة، السياسة بالمعنى الحديث، إن السياسة بمعنى الحديث منذ القرن 18 يمكن نقوله الدولة الحديثة والسياسة الحديثة، الدولة المدنية ماشي هي الدولة القديمة اللي كانت فيها الحق السياسي والحق الأخلاقي خصوصا الدين متطابقين. الآن السياسة يمارسها السياسة العليا، السياسة ديال الدولة تمارسها جهتان، الدولة وإدارتها بمختلف بما في ذلك في البرلمان وإلى آخره والحكومة والأحزاب السياسية، هذا هو. وكل ما هو خارج عن هذا لا يمكن اعتباره سياسة، يعني يمكن نقول انتحال صفة. وللأسف بسبب كثيرة لاحظنا أن الكثير من اللحظات جمعيات حقوقية ولات تتمارس السياسة، والمناضلين الحقوقيين بدل ما يمشيوا للأحزاب السياسية يديروا السياسة في شروط قواعد النضال الديمقراطي الليبرالي على علته. لاحظنا نقابات كانت تدير السياسة، يعني لاحظنا صحف بدل من أن تكون إعلامية تدير معارضة سياسية. وبالتالي يعني كاين هناك خلط وهو مفهوم ومقبول نسبيا كمرحلة انتقالية. وفي هذا الصدد خصني نظهر واحد القضية، أنه البنيات المجتمع التقليدي لا سياسة فيها مفروض، وإذا مارس السياسة فهي منحرفة. أقصد مثلا يعني العائلات بالمعنى التقليدي القديم تكون فيها يعني عشرات بحال كي تلاحظوا الان في غزه وكذا، بلا ما نسمي عائلات كبرى او عشائر او قبائل او طوائف او جهات، هؤلاء عندهم قنوات اخرى لممارسه السياسه ماشي هي السياسه والزوايا. ولهذا طبعا حنا تنشوفوا واحد الانحراف واحد في هذا الاتجاه الكبير بزاف، انحراف سابق ديال القبائل ديال موريتانيا اللي دارت الدوله وهي غير مؤهله للدوله اي للسياسه الى الان. البنيه القبليه مازال اقوى من البنيه المجتمع المدني، والسياسه الحديثه والمعاصره لا تتصور بدون مجتمع مدني. المجتمع التقليدي تيدير السياسه التقليديه ديال الدوله الدينيه ديال ما قبل الحداثة والعصر الحديث. والحدث الثاني هو القبائل ديال الصحراء الغربية، يعني تنقصد الشباب اللي داروا بوليزاريو اللي هما حركة قبلية لا وطنية، بل وتتصور أنها يمكن أن تقيم دولة بالقبائل، وهذا غير ممكن لأن دولة القبائل ما عمرها كانت أصلا. يمكن أن تكون القبيلة نواة للدولة، ولكن حالما تؤسس الدولة تنتهي القبيلة. ولكن اليوم ما بقاش المجتمع المدني هو تيمارس السياسة. ولهذا هناك بعض الحركات جهوية أو خصوص جهوية
يعني المغرب بحال وبحال الكثيرين مهدد بانفجار مثل هذه التناقضات الثانوية والمنحرفة بشكل سياسي. احنا لاحظنا حتى في الجزائر مثلا التحرك ديال حزب ديال واحد المنطقة واللغة يعني داكس علاش؟ لان مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية او حتى في فرنسا هاد القلبينيات التقليدية موجودة، نظام كنسي نظام جهوي، بعد المرة تتلقى طائفة تتولي دايرة اقتصاد ديالها بوحدها المور وإلى آخره، ولكن لا تشوش على البنية العامة للدولة السياسية اللي فيها المحكمة العليا وفيها الدستور وفيها الكونغرس وفيها رئيس الحكومة وفيها جهاز الأمن وفيها جهاز الاستخبارات وفيها الجيش إلى آخره إلى آخره. ولكن ملي تتكون الدولة في مثل حالتنا يعني هي أصلا مقطعة ومجتزأة من منطقة أخرى كبر اللي هي المغرب العربي، إن الدولة الحقية إحنا عندنا والشعب الحقي هو الشعب المغاربي، هذا هو التاريخ. ملي تتجزئ تتدخل في الجزئة تتولي بحال اللي وقع في لبنان، لأن لبنان مثلا ليس الدولة أصلا وإنه ما فيها الشعب ولكن فيها طوائف، لو كانت هذه الطوائف جزء من كيان كبير ما كانش مشكلة نهائيا، تتدوب تناقضاتها ضمن بنية شعب. ولكن ملي تتنعزل على بقية الأجزاء ديالها وتتولي كيان مصطنع تيولي مجتمع قبلي ما تيمارس لا توجد فيه السياسة، لأنه لا توجد فيه شروط الدولة. ونفس الشيء يمكن نقوله حتى على إسرائيل مثلا اللي هي بشر جاي من أكثر من 100 جنسية وعقائد متعددة وازدواجية واش دولة دينية ولا دولة مدنية إلى آخره إلى آخره، فبالتالي لم يتشكل شعب وخصو عشرات ومئات السنين باش يتشكل كشعب. إن الفرق هو أن تناقضاتنا حنا مثلا حنا تنحسو بميول قبلية في الجنوب الشرقي للمغرب، وربما في بعض المناطق أخرى بحال الصحراء على كل حال راه تكلمنا عليها، وممكن في مناطق أخرى. إذا أنا بالنسبة لي إذا كانت هناك تحركات من هذا القبيل فهي ليست سياسية بالمعنى الحرفي للكلمة، لأن إذا كانت أردت أن تكون ذلك عليها أن تندمج في برنامج وطني لحزب سياسي هكذا، وبالتالي ينطبق عليها شرط المواطنة، مواطن في وطن وليس عضو في عائلة أو في طائفة أو في قبيلة أو في عشيرة أو إلى آخره. تنتمنى نكون مفهوم في هذه الملاحظة العامة، أن رجاؤنا وليس فقط متمنياتنا أن يستكمل هذا الملف طيه نهائيا، ولكن راني تنقول باللي الكثيرين من المعتقلين ليسوا بسبب اعتقال الرأي أو اعتقال سياسي. من التي يكون واحد قبل على نفسه أن يكون لسان الأغيار خارج المغرب هذا ماشي مواطن وهذا ماشي إعلامي، ومن اللي تيدير واحد حركة كيقول القرآن الكريم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، انت تكون تدير واحد الحركة اللي تيستفد منها هو الأجنبي تيكون مشكل. على كل حال نحن كلنا مغاربة وكلنا نحب هذا الوطن، كل بدرجات مختلفة وبنوعيات ربما مختلفة، مع ذلك نتمنى أن يطوى هذا الملف وتيظهر القرائن كلها تتبين بأنه الاتجاه غادي نحو هذا الطي للملف، ونتمنى تكون 20 غشت مناسبة لذلك. شكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.